والوقوف أكثر على هذا الموضوع ينضم إلي هنا في الاستوديو السيد ألون أفييتار الخبير في الشؤون الأمنية. أهلا بك سيد ألون. يعني هناك تصعيد غير لربما مسبوق بالنسبة لهذه المسيرة، كل عام هناك تصعيد لكن هذه المرة هناك هجمة إعلامية متبادلة ما بين الطرفين، والبعض يصفها بالاستفزاز لربما ما بين الطرفين. لماذا؟ خاصة أن المستوى الأمني الإسرائيلي لا يتوقع أن تشن القطاع لربما عملية جراء هذه المسيرة، فلماذا هذه التصريحات المتتابعة والمتصاعدة بحدتها؟ صحيح، هذه المسيرة تعمل دج في كل الدنيا، في إسرائيل وفي المناطق وفي الدول كمان زي أردن وكذا، عشان نحكي على القدس. والقدس خاصة القدس القديم هي منطقة لها حساسيات دائما وبتزيد من سنة لسنة. أذني القلق المركزي برجع، إذا بنفكر شو هو القلق المركزي بالنسبة لهذه المسيرة، راح نرجع قبل سنتين. قبل سنتين كانت العملية والتصعيد الجدي والطويل بين حركة حماس وبين إسرائيل بالنسبة لإطلاق الصواريخ وكل اللي صار هناك في هذه الفترة داخل إسرائيل كمان بين عرب ويهود. أكيد المشاهدين بذكروا التصعيد الجدي والطويل اللي كان قبل سنتين. قبل سنة كانت سنة ثانية، المسيرة ماشت في البلد القديم. ما الذي تغير؟ بقول لك شو يتغير. أذني هذه السنة وهلا كمان نحن تعبنا، وكمان الإخوان الفلسطينيين من غزة ومن الضفة ومن كل الجهات تعبوا من جولة التصعيد اللي كانت قبل أسبوع أسبوعين، وهلا أذني كل جانب بحضر حاله لمستقبل. بس هلا في نيه لهدوء او لتهدئه او لهدنه او بتسميه ألون. التصريحات الصادره سواء عن رئيس الوزراء الاسرائيلي وايضا عن وزراء متطرفين داخل هذه الحكومه لا تشي بنيه التهدئه، يعني هناك استفزاز واضح في التصريحات، حتى نبه له البيت الابيض. بقول لك بصراحه هذه المسيره ما إلها موافقه عامه في المجتمع الاسرائيلي، في موافقة في الحكومة عشان الحكومة تعتمد على أحزاب اليمين، مش من المركز ومش من اليسار. بس بدي أذكر المشاهدين أنه قبل سنة تحت حكومة بنت وكمان غارم أنه كانت هناك حزب من المركز الإسرائيلي ومن اليسار، المسيرة ماشت في كل الحارات في كل المناطق داخل البلد القديم وكمان هلا. أذني في نية أو لا مش نية، في إمكانية، في احتمال لاستفزازات من الجانبين. أكيد من المجتمع الإسرائيلي بدي أذكر المشاهدين بكرة راح يفوتوا داخل القدس أكثر من 150 ألف واحد، 150 ألف واحد حتى من هذه المحل. جزء منهم جزء قليل بجزء بتأمل إنه لا ممكن 100 200 300 واحد يفتشوا كيف يعملوا هناك أو بدهم استفزازات قبل المواطنين من العرب من المجتمع العربي هناك. أنا بتأمل إنه الشرطة الإسرائيلية راح تعمل كل الجهود وتشتغل مع كل جهود عشان يكون فصل انفصال كامل ودائم من كل الجهات بين المجتمع اليهودي وبين المجتمع الفلسطيني في البلد القديم من أجل وصول إلى هدوء. باختصار سريعا، هل ترى حركة حماس غدا تصعد في هذه المسيرة؟ القسام نشر عدة تحذيرات على موقع تليجرام. أكيد هاي كانت الجملة الجاية تبعي. حركة حماس مع حركات إسلامية إضافية عندهم حملة تحريض من أجل هذه المسيرة، الأقصى بخطر الأقصى بخطر. بس ما في ما إلها علاقة للمسيرة لمسجد الأقصى. نعم. المسيرة راح تنتهي على الحائط وبس هيك. شكرا. ما في أي دخول لمسجد الأقصى والحرم الشريف، عشان هيك أنا مو شايف أي إمكانية لاستفزازات من اليهود. بتأمل إنه ما بتكون استفزازات من الجانب العربي كمان. شكرا جزيلا لك ألون أفييتار خبير في الشؤون الأمنية على كل هذه التوضيحات.